شباب ازيكم؟ النهارده هعمل انبوكسنج لحاجه جامده جدا جدا، انا شخصيا بحبها قوي وبستخدمها كتير، وكل ما كانت بتظهر في فيديوهات معايا كنتوا دايما بتسالوني عنها. وعندي مجموعه كده لذيذه منها اشكال والوان. المشكله بس ان اغلب الحاجات دي جايبها يا اما من بره وكنت مثلا مسافر، او جايبها مثلا في حاجات منهم من مانجو مان، ومشكلتها ان دلوقتي السعر بقى غالي جدا. انا كنت جايبهم في فتره ديسكاونت وكان التوصيل ساعتها مجاني وحاجات كده، لكن النهارده الويب سايت بتاع مانجو بيوصل بفلوس كتيره جدا، وكمان الحاجات منها كتير مش متاحه يعني. فانا جات لي النهارده حاجه جامده جدا جدا، تحفه، شيك جدا جدا جدا، والوانها كلها خطيره، شيك قوي. والشنطه ما حصلتش. ده من براند اسمه جراج بايمو، ده براند مصري بيعمل حاجات جامده جدا جدا. لو دخلت على الويب سايت دلوقتي هتشوفوا شويه حاجات روعه. بصوا الجمال، بصوا الشنطة يا جماعة. الجامد بقى ايه؟ انا لما ببص على اي منتج بقول عليه جامد، بقول عليه جامد ليه؟ عشان انا راجل ببص على تفاصيل. الاستراب اللي معمولة منه وقطع الجلد اللي معمولة منها، شايفين الاستراب عامل ازاي؟ والاكسسوارز اللي فيه، بصوا النظافة كده. انا بحكم على المنتج ده كويس ولا وحش. والسعر بتاعها بقى على الويب سايت يعني تقريبا اقل من نص سعر واحده من الحاجات اللي انا جايبهم من عند مانجو، اللي هم الاسعارهم عاديين. وصناعه مصريه 100% وشيك جدا جدا، فيها جلد طبيعي. السوست كمان المستخدمه سوست نظيفه جدا، واللون البني بتاعها برضو جامد جدا. اما الكينج ده بقى اللون الاسود ففظيعه، اللون الاسود بتاعها تحفه قوي. من سنة كده جراج بايمو كانوا بعتولي الكارد هولدر ده، مش عايز اقول لكم ان هو جامد جدا وبقاله سنة معايا واستخدمته كتير جدا. انا بحب الكارد هولدر، الكواليتي بتاعته عاملة ازاي، وانا اوريدي استخدمته. فالبراند ده بجد بيعمل حاجات رهيبة، وعندهم شوية منتجات وشوية شنط على الويب سايت رهيبة. بجد انا مبسوط جدا جدا ان ده منتج مصري 100%، دي حاجة هايلة جدا، لان الفينش والكواليتي الماتيريالز المستخدمة عالية جدا جدا، ودي حاجة بتبسطني قوي ان في ناس عايزه تعمل براندات حقيقيه، براندات قويه، بتقدم منتج شيك قوي وفي نفس الوقت الكواليتي بتاعته حلوه جدا جدا. من اول ما نزلوها وانا عجباني جدا جدا، وقلت لهم انا عايزه بعمل عنها ريفيوهات وكده، بس الوقت ما كانش يسمح، وكان دايما استوكاتها على طول بتخلص، لان فعلا هي بيست سيلينج عندهم، مفيش حاجه في الماركت زيها خالص، ولا بالكواليتي ولا بالفينش ولا بالشياكه دي. فلو انت محتاج حاجه زي كده الحق اطلبها دلوقتي، استخدم الكود سويسي هيديك خصم 50 جنيه على تمنها اعتقد، او على اي حاجة موجودة على الويب سايت. عندهم حاجات تانية جامدة جدا جدا جدا، ادخلوا شوفوها. الشنطة بتخلص على طول والوانها بتخلص على طول، الزيتي والبني والحاجات دي الوان جامدة جدا جدا، والصودا طبعا اساسي. انت يعني لو انت بتحب الحاجات دي انت ممكن على الاقل هيبقى عندك واحدة او اتنين. يلا شكرا مراج على الحاجات الجميلة جدا دي، انا مبسوط جدا بالكوليكشن ده، هستخدمه كتير الفترة الجاية هتشوفوه. و يلا سلام.